الدخول إلى مؤسسة عامل دخول إلى خلية نحل. الفريق هنا على أهبة التحضير بعد ترشيح عامل لجائزة نوبل للسلام. اللبنانيين اليوم مطالبين ورجاء منهم أنهم يلتفوا حول هذا النموذج ويكونوا داعمين لنا لأننا نحصل على جائزة نوبل للسلام، لأنه فعليا هذا تكريم للبنان. عملية التصويت أطلقت عبر موقع avaz.org، حيث يكفي وضع البريد الإلكتروني والضغط على كلمة ساين أو توقيع. الجمعية التي تعمل منذ 36 عاما مع الفئات الأكثر تضررا من النزاعات رشحها الوزير السابق والبروفيسور جورج قرم، الذي قال في رسالة الترشيح: نقف اليوم أمام نموذج ديناميكي للتغيير الحقيقي في العالم العربي على المستويين الاجتماعي والسياسي وحتى على المستوى العالمي. فتعميم تجربة عامل في أوروبا التي تواجه اليوم تدفق النازحين هو أمر في غاية الذكاء والأهمية. عامل عنوان للتضامن، التضامن اللي قدمه الشعب اللبناني لأهلنا السوريين. عندنا 1.5 مليون نازح بلبنان، يعني ما يوازي 170 مليون بأوروبا، ما يوازي 22 مليون بفرنسا، عندهم 10,000 روم جيبسي طردون بفرنسا، وهون بحيي حسن ضيافة الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين، ولكن الحالة كارثية ومتفجرة. قدمت عامل خدمات في مجالات الصحة والتعليم والتدريب ومساعدة النساء على إيجاد فرص العمل. ومع بدء النزوح السوري أطلقت خطة طوارئ، حوالي 1,100,000 خدمة إنسانية جرى توفيرها للنازحين السوريين، إضافة إلى برامج دعم للمجتمع اللبناني المضيف. نحن شوفي فكرنا قديش فكرنا سلبي، شوفي ثقافتنا العربية كلها، كل الوقت بنحكي عن المشاكل، لازم نحكي عن التغيير. قديش بنصرف من الوقت، واحد بيخطب لك خطاب كل الوقت الخطاب عن السلبيات، آخر كلمة يجب، اليجبيات. بدنا نتعلم نعمل خطة. عملت المؤسسة جنبا إلى جنب مع منظمات عالمية مثل أطباء بلا حدود، وبنتيجة عملها الدؤوب أصبح لديها 24 مركزا، 6 عيادات نقالة، و800 متفرغ على الأراضي اللبنانية كافة. وعامل صارت دولية، وهلا فتحت بفرنسا وهنفتح بغزة وهفتح بمناطق أسطول بأمريكا وهفتح بهولندا. أول مرة حدا من بلاد الجنوب بيروح على الشمال بأفكار متقدمة. في الأماكن الخطرة أصر فريق عامل على البقاء مع الناس وإسعافهم من الحرب الأهلية إلى عرسال، حيث رفضت المؤسسة إغلاق مركزها على رغم تهديد داعش.